المشي في مدينة نابولي ومن كتر البيتزاهات اللي أكلناها وصلت للرابط العجيب. الرابط العجيب بيقول لك إنه نابولي لما تيجي تحكيها بالإنجليزي اسمها نابلز، لما تيجي تكتب نابلز بالعربي هتكتب نابلس. بإيش بتذكرنا؟ مدينة نابلس فلسطين اللي طلعت لنا الكنافة النابلسية أصدقاء. ومن هنا الرابط العجيب بحكي لك إنه نابلس في فلسطين ونابلس أو نابلز في إيطاليا طلعوا لنا أزكى شغلتين مدورات في البشرية، الكنافة والبيتزا. أهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا وين ما كنتوا، أهم شيء تكونوا جوعانين. حلقة اليوم يا أصدقاء ما فيها لحمة، لا ستيك طالع ولا خروف نازل ولا حتى قطع الدجاج، لكن حلقة اليوم رح ناكل فيها واحدة من أزكى الأشياء اللي في الدنيا وأحبها إلى قلوبنا كلياتنا، البيتزا، وليس أقل من أنه نعمل لكم حلقة البيتزا من عاصمة البيتزا في العالم، هنا نابولي، هنا إيطاليا. أول شغلة رح ناكلها اليوم يا أصدقاء هي البيتزا. أكيد مش جايين على نابولي نشرب سحلب يا إخواننا، وخير ممثل للبيتزا، البيتزا وين رح ناكلها يا أصدقاء؟ هذا المكان واحد من الباكيت ليست كان عندي، من الأشياء اللي كان نفسي أكلها فعلا من زمان واليوم إن شاء الله رح تتحقق. المكان اسمه دا ميكيلي، واحد من أقدم وأعرق الأماكن في نابولي، فإحنا قاعدين بنحكي عن واحد من أقدم وأعرق الأماكن للبيتزا في العالم كلياته، وأتوقع هيك إحنا قاعدين بنقرب على أزكى بيتزا في العالم. ثلاثين ثانية بتفصل ما بين البيتزا إنها تدخل على الفرن وتطلع أزكى قطعة بيتزا في العالم. البيتزا في نابولي وإحنا في نابولي عشان هاي البيتزا. توزيع الجبنة والطماطم والريحان مش مرسومة رسم عشان أنت تشوف أحلى إشي في الدنيا وهيك بيتزا، عارف تقول الرسام اللي رسمها بعدين تاكلها تعبانة، لا لا لا، البيتزا هون معمولة خلص على السريع. ليش؟ لأنه الزلم اللي قاعد بيعمل البيتزا بسموه بيتسيولو، صح؟ بيتسيولو، الشخص اللي بيعمل البيتزا بوقف على هذا المكان أو هذا الفرن من سنين طويلة، من قبل ما أنا وأنت نولد يا صاحبي. هاي هي البيتزا المارغريتا، صلصة طماطم، جبنة موتزاريلا والريحان عشان يكملوا الثلاث ألوان للعلم الإيطالي. بعدين عندك الـ uneven cooking، العشوائية في استوى الأشياء، لأنه فرن حطب من جهة واحدة بس، فالبيتزا بتدخل على طول يمكن 10 أو 15 ثانية بلفها، فبتستوي من الجهة الثانية، في أطراف متحمصة كتير، في أطراف متحمصة شوي، خلاص البيتزا بردت. الحين نقول بسم الله، معلش يا أصدقاء بس هذه يعني لحظات تاريخية بالنسبة لي. نوصل على هذا المكان وناكل هاي البيتزا. المفروض البيتزا الإيطالية تنقص بالسكين قبل ما تتاكل، وبعدين تؤكل باليد مش بالشوكة والسكين يا أخواننا. هنا نابولي، هنا البيتزا، بتشرشر زيت زيتون يا أخواننا، يمين بالله ريحتها أحلى من أي شيء شميته في هذا الموسم كلياته من أوله لآخره. هوي هي لقمة واحدة خلصت الحكاية، بدت وانتهت من أول لقمة. اللهم صل على النبي. إيش العجينة هاي؟ إيش العجينة هاي؟ إيش بحطوا في عجينتهم؟ إن شاء الله قبل ما تخلص هاي الحلقة نفوت على مطبخ هيك ونعجن مع بعض البيتزا ونتعلم شوية تفاصيل، نعرف شوية أسرار كيف أهل نابولي بيطلعوا هاي البيتزا. عجينتها فيها طراوة، مضغتها فيها سعادة، فيها طعمة طيبة وهي قاعدة بتتمضغ، ولما تيجي عليها صلصة الطماطم لحالها حكاية، الجبنة الموتزاريلا هذه البافلو موتزاريلا، الموتزاريلا البيضة، وبعدين الريحان هذا اللي بالأخير هيك بيقول لك أنا موجود. وأنا كل هذا أكلت لقمة واحدة. أنتوا بتعرفوني بالعادة لازم أكل وأمضغ وأسحب لي نص الصحن ولا نص السندويش اللي قدامي.
لا هاي لقمة واحدة بتحكي لك قديه هذا المكان. ما أجمل طعمة الحطب اللي بتجيك بالأخير، في طعمة هيك رهيبة لأنه الشغلة مشوية على الحطب. على فكرة يا إخواننا، إذا أنت في نابولي بتفوت على محل بيتزا ما بيعمل بيتزته على الحطب، روح روح روح. ما هاي شتيمة، هاي إهانة. العجينة اللي بتتغير معاك وانت قاعد تمضغها، أول مضغة أو أول لقمة مش نفس الثالثة والرابعة والخامسة. أول قطعة فيها نكهة، الثانية فيها كايرو. أكلنا أزكى لحمة في العالم وأزكى ستيك في العالم وأزكى خروف في العالم. دوق أزكى بيتزا في العالم، رد علي اسمع مني، أزكى بيتزا في العالم. ناس كايرو هيك أخذ إجازة. بوعدكم أنه أخذ إجازة بعد العضة هاي. اللهم صلي على النبي. في كثير أماكن بتعمل بيتزا في الدنيا، بس لازم تعرفوا أنه هاي هي البيتزا. هذيك نسخ اختراعات في عالم البيتزا، لكن البيتزا هي هاي. بعد كثير لحوم أكلتها في الدنيا وقلت إيش رح أكل إشي وأنبهر فيه بعد اليوم، بتيجي حبة بيتزا في شارع صغير في مكان هيك فرن صغير في نابولي، بتصفعك وبتقول لك تواضع أمام الطعام. ما خلصناش معركة بيتزا اليوم في نابولي، اللي بعده. بما انكم جوعتوا وصار جاع بالكم تاكلوا بيتزا من ورا الحلقة ومن ورا مناظر البيتزا اللي قاعدين بنشوفها، والله معكم حق. اللي بيشوف هاي الحلقة وبشوف هيك مناظر مش هتعدي ليلته الا لما اكل بيتزا اليوم. وبما انه البيتزا وجبة بتتاكل شيرينج، بتتاكل هيك مجموعة بين الناس، شير للحلقة، انشروا الحلقة بين اهلكم واصحابكم وحبايبكم عشان توصلهم الحلقة ويجوعوا ويصير جاع بالهم بيتزا وتاكلوها كلياتكم مع بعض، صحتين وعافية. وعندكم كبسة سبسكرايب وفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم كل جديد من حلقات أزكى أكل في العالم، اللي إن شاء الله وعد مني في 2021 رح يكون في حلقات أكبر وأحلى من كل اللي سويناه قبل هيك في البرنامج. وقبل ما توسخوا إيديكم بالبيتزا اكتبوا لنا في التعليقات شو رأيكم في هاي الحلقة وين حابين تشوفوا حلقات جديدة من أزكى أكل في العالم. عملتوا لايك شير سبسكرايب وكتبتوا كومنت، الحين ارجعوا كملوا الحلقة لأنه نابولي لسه فيها كتير وكثير بيتزا. لما صورنا في البرازيل يا أصدقاء شفنا كتير صور وجرافيتيز في الشوارع لبيليه، أهم وأشهر لاعب عندهم، تصورنا عند واحدة منها. لكن لما كنا في الأرجنتين ما شفنا كتير لمارادونا، مش لأنه ما بيحبوه، الأمانة بموتوا فيه وبعشقوه، جابلهم كأس العالم، جابلهم بطولات دولية. لكن المدينة اللي بتحب وبتعشق مارادونا هي نابولي. فريق نابولي لكرة القدم فريق مش كتير قوي، مش من كبار فرق إيطاليا، كيف بده ينافس إنتر ميلان، إي سي ميلان، في فريق ثالث هيك بلبس أبيض وأسود بدناش نحكي اسمه هون. فريق نابولي في الثمانينات جاب مارادونا، جاب الدوري لمرتين، آخر دوريين جابهم فريق نابولي كانوا بقيادة مارادونا. عشان هيك هذا الحي وهذا الشارع والحيطان اللي حواليها كلنا التيشيرتات، البلايز، الناس حتى قلوب الناس تسمعهم بتكلموا في عشق دييغو أرماندو مارادونا. مارادونا سي من كان يعتقد انه البيتزا في نابولي تقتصر على الاشي الرهيب، الاشي العبقري، الاشي المجنون اللي اكلناه قبل شوي، فهو غلطان. في انواع كتير مختلفة، مش مختلفة بس في التوبينجز، لا مختلفة في طريقة عملها في البيتزا في نابولي. لساتنا في حواري وزقازيق والشوارع القديمة تبعت نابولي الممتلئة بالاماكن الرهيبة اللي بتعمل بيتزا. جينا على مكان اسمه دا بريزيدنتي، متخصص بالبيتزا المقلية في الزيت. قبل ما تيجي بيتزتنا المقلية خلينا نعرفكم على نوع جديد من البيتزا اللي هو بوفالينا، أتوقع نسبة إلى البوفالو موتزاريلا. هاي الموتزاريلا يا أصدقاء، الموتزاريلا حقيقية طبيعية الإيطالية، هي بتكون كرة زي هيك شبه الجبنة اللي في بلادنا، الجبنة المغلية، شبه الحلوم شوي، يعني يمكن شبه العكاوي وهاي الأجبان. والفرق بينها وبين البيتزا المارغريتا هون إنه الأساس تبعها، البيس تبعها مش صلصة طماطم، بالعكس هون البيس تبعها والأساس تبعها جبنة وعليها شوية حبات طماطم مقطعة وعليها برضو ريحان. فإحنا لساتنا في
ألوان المارغريتا وألوان علم إيطاليا لكن بخطة مختلفة. بسم الله. هولولولول. هاي بيتزا جبنة. هاي بيتزا بتحس فيها كتير بالجبنة. احنا ناخد لسه كمان نحط عليها البوفلو موتزاريلا ونسكرها. آه طعمة الجبنة هون قوية يا أخوان. قوية جدا. تخيل البيس بدل الطماطم جبنة. واو. في اشياء في الدنيا لما تجتمع بتبدع. حطب وعجين وجبنه هذول الاشياء لما يجتمعوا مع بعض بتفاهموا مع بعض صح. يا اخواننا انا استمتعت بالبيتزا هاي كاني لما اكل بيتزا من قبل وكانه ما فيش بيتزا من بعد. واحنا اصلا مش جايين عشان احنا جايين عشان البيتزا المقليه. هنتدلع في نابولي اليوم. وصلت يما مين عينه في البيتزا. وصلت بيتزتنا المقلية اللي اسمها بيتزا فريتا. فهي عبارة عن عجينة بيتزا ونفس نفس العجينة تحت البيتزا اللي بتروح الفرن تحت البيتزا اللي كلناها قبل شوي. نفس العجينة بتنفرد ولكن هون اللي بيجي الفرق بتنحشى هون أتوقع عندي جبنة وطماطم أو صلصة طماطم بعدين بتتسكر وبتنرمي في الزيت. لأنها عجينة ما راح تنزل على طول كلياتها في الزيت وكبيرة هيك مفرودة فما راح تنغمر بالزيت فهو بصير يغمرها بالزيت وبتيجي هيك منفوخة. نفتحها ونشوف إيش المفاجآت اللي جواها. ولا لا هاي طلعت بيتزا جد جواها. ماما مية ماما مية. تفضلوا يا أخوان تفضلوا يا أخوان. بيتزتهم هم حرين فيها هيك الشاعر قال. مش هم اللي اخترعوا البيتزا يلعبوا فيها زي ما بدهم يسلقوها يقلوها يحشوها هم حرين. ودي تتاكل من أي حتة ساعة البيت زي ما أنت عايز زي ما أنا عايز. أنا هذا اللي طلع معاي. ويلي ويلي ويلي. مع انها مقليه في الزيت بس يمكن مش كتير ثقيله. هي ثقيله ما حدش يفهمني غلط. هي مقليه في الزيت وعجينه فاكيد ثقيله ودسمه بس يمكن مش متشربه كتير زيت. تقولتها من تقولت العجين لكن مش انه العجين كتير ماخذ زيت. لكن لو تسالوني شو بفضل المقليه ولا المشويه اكيد 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 اللي في الفرن. وهذا سبب انه البيتزا اللي في الفرن هي اللي انتقلت لكل انحاء الدنيا. يلا يا اصدقاء لسه ما خلصناش حتى نص انواع البيتزا في نابولي. اللي بعده في حب وعشق مدينة نابولي في إيطاليا بيحكي شيف جينارو. بدك تستمتع بالجنة الحقيقية في إيطاليا وفي نابولي خصوصا انزل على شوارع نابولي القديمة. كل في البيتزارياس الناس اللي بتعمل البيتزا كل يوم. أطيب بيتزا في الدنيا بتاكلها في هاي المدينة. بعدين بتطلع تتمشى على بحر نابولي الجميل وبتختمها بطلعة على هضبة كابو دي مونتي. بتشوف نابولي كلها من تحتك. وبعد كل إشي رائع جميل فخم بتشوفه في نابولي تاكله في نابولي وبتسمعه في نابولي بتوقف هون المدينة كلها تحتك. تقدر توقف وتاخذ نفس عميق وتحكي نايس اون نيبلز ناو اي كان داي. وانا في هاي اللحظه بعد الاشياء الرهيبه اللي اكلتها وشفتها وسمعتها في نابولي ممكن احكي نايس اون نيبلز. بس لسه ما خلصناش. اللي بعده غراتسي غراتسي غراتسي. في شوارع نابولي حنشوف لسه أنواع وأشكال مختلفة من البيتزا زي مثلا البيتزا المقلية ولكن البيتزا الصغيرة البيتزا اللي على الماشي البيتزا اللي على الواقف البيتزا اللي على الرصيف. حنشوف نوعين من البيتزا اللي على الرصيف. أول نوع بيتزا مقلية في الزيت لكنها مش مقلية كلها على بعض يعني العجينة جوا أتوقع بتكون محشية شوي بعدين بتتسكر تنقلى وبعدين بنحط عليها الجبنة والصلصة الطماطم والريحان. فهي نفس مكونات البيتزا المارغريتا ولكنها عجينة مقلية في الزيت أول وبعدين وهي أول ما تطلع وهي سخنة بحطوا عليها الجبنة عشان تدوب. كمية العجينة اللي فيها مهولة مهولة جدا جدا جدا. والواحد أصلا أكل عجينة كتير اليوم لكن هاي مش مفضلتي في نابولي. إحنا متعودنا نحكي الصراحة
اللوم يمكن بحطه على البيتزا الأولانية رفعت مستوى البيتزا اللي في العالم كلياته. أنا كيف حرجع أكل بيتزا أصلاً في حياتي بعد اللي أكلته اليوم؟ ما بعرف. لكن هاي ممكن نعتبرها بيتزا ال بيتزا ال بيتزا اللي بسرعة يلا بدنا نأكل أي شيء ونروح على الدوام، عارف؟ هي أتوقع عشان هيك تنباع في الشوارع. عجينتها زاكية بس كتير سميكة، كتير كبيرة، كتير مشبعة، كتير رح نأكل بيتزا اليوم. اللي بعده اللي بعده لسه في نوع بيتزا بدي أورجيكم إياه، أنا هذا خطف عيني وأنا ماشي، نرجع له ونأكل عنده. ثقافة نشر الغسيل في نابولي موجودة كتير، تمشي في كل الحارات هاي القديمة بتلاقي كل البيوت ناشرين على البلكونة أوعيهم، لحد ما صارت زينة للشوارع، تمشي في الشوارع بتلاقيهم حلقة. هذا مش غسيل غسيل، هذا عن جد زينة أو أواعي قديمة، فبدل ما يرموها بعلقوها على الحيطان. كتير في صفات مشتركة ما بين الطليان والعرب، بينت معي كثير هون في نابولي. دائما بسمع الطليان الايطاليين عندهم عصبيه العرب، حب العرب للاكل، غيورين، علاقاتهم الاجتماعيه قويه. بتلاحظ هاي الاشياء كلياتها اكثر في نابولي، مش في الشمال، مش في تورينو ولا في ميلانو. الله يجيرنا من الموتوسيكلات. بس Thank you. هذه البيتزا التي رأتها عيني وخطرت قلبي، وقلبي قال لي لما تخلص الأشياء الرئيسية لازم ترجع هون وتضرب هاي البيتزا. ليش؟ لأنها منقوشة يا إخواننا. كل البيتزا الإيطالية اللي أكلناها هون بتحس فيها شوي روح المناقيش، الفرن يمكن الطريقة اللي بتنعمل فيه، والأكثر أكثر وخصوصا هي العجينة نفسها. وهاي البيتزا ما فيها، هي بيتزا مارغريتا لكن بدون الريحان، بس جواها صلصة طماطم وجبنة، وتؤكل كما تؤكل المنقوشة، هيك مسكرة بتنباع هيك مسكرة، وتؤكل على رصيفها، تؤكل على الرصيف. جايين على المكان مختص فيها ومكان رهيب بس ما عندوش قعدات، تاخدها وتاكلها على الرصيف في شوارع نابولي وزقازيقها. اوه سخنة 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 مولعة يا اخي. فكرة البيتزا هاي اللي بتطلع لك من الحطب على تمك على طول كثير فكرة ممتعة. راح أحكي كلمة وأتحمل مسؤوليتها. البيتزا في إيطاليا أقرب شيء عليها هو المناقيش العربية، وليس أنواع البيتزا الثانية اللي بتشوفها في أماكن مختلفة من العالم. أكلت في هذا البرنامج مثلا في شيكاغو، شيكاغو ستايل بيتزا، لا المناقيش أقرب على هاي البيتزا من الشيكاغو ستايل بيتزا. نيويورك بيتزا، مع أنه هاي بيتزا وهاي بيتزا، بس إحنا مناقيشنا العربية من ناحية العجينة أقرب بكتير على البيتزا الإيطالية. يمكن هذا اللي مخليني أستمتع فيها كتير، أنا بحب المناقيش، بموت في المناقيش. ففكرة انك تاكلها هيك مطبقة على بعض، انت عملت بيتزا ومناقيش سويت لهم اتهاد مع بعض. والله قاعدين ناكل اشياء رهيبة في نابولي يا اخواننا، فعلا فعلا مستوى البيتزا طيب، فعلا فعلا اكلنا بيتزاهات رائعة رائعة رائعة، وهاي برضو رائعة ولسه ما خلصناش. يمكن هيك ناخذ بريك من اكل البيتزا ونشتغل بايدينا شوي. الحياة اقصر من انك تيجي على نابولي وما تسويش بيتزا بايديك في واحدة من الباتسريات اللي هون. تواصلنا مع بيتسارية جوني، قالوا لنا أهلا وسهلا، راح أوقف عندهم على الفرن إن شاء الله ما أحرق لهم المطبخ. المكان زحمة شوي جوا، في طلبات كتير زي أي بيتسارية في نابولي، ولكن نحن نستطيع إن شاء الله نعمل لكم بيتزا كويسة. يلا أصدقاء الله يستر. طب إحنا عشان نعرف نتعلم الموضوع أول إشي نشوفهم كيف بيسووه. تسوية العجينة وفردها والبيتزا يمكن ما يكونش كتير صعب، بس الصعب هون لأنه البيتزا ما بتنحط وبتنترك وخلص، لا لازم تضلها تنلف ويضلوا يشيك عليها النار من جهة واحدة، فهو بحطها والعملية كلها بعض 30-40 ثانية، فخلال هذا الوقت لازم على طول يلفها ويطلعها ويضل يلفها ويرفعها وينزلها. هذا التكنيك اللي أنا أستبعد أني بعرف أعمله. أول خطوة غسل الإيدين وتعقيم الإيدين، غمس ايدينا بالطحين.
اعمل لكم بيتزا. اجدع بيتزا فيك ايطاليا. اوليف اويل. لا استنى اوثق فيه، هعرف اسويها. كيف بدك تجرها؟ لا صعب. صعب يا اخواننا. كيف تسحبها؟ كيف ايش بيصير؟ من تحت لفوق. اوكي. من هون ومن هون. ما اوان دنيل. لا مش قادر. ساعدني مش مستحكم. يلا. 1 2 3 ولعت. اوكي الحين نرجع نظبط شكلها. Can I put more mozzarella? Wait, more mozzarella. هاي عشان الحبايب. بس الحين هاي لعبتك انت، انا مش داخل فيها. طبعا انا حتى هاي اللحظة مش عارف ايش قاعد بعمل، وانا عامل حالي انه انا قاعد بتابع في البيتزا، وانه ايش انا معلم بيتزا من زمان، بس انا مش عارف ايش قاعد بعمل. بس منطقيا لازم نستنى البيتزا تستوي شوي وبعدين نلفها. اوكي تمام. ما اهسه. امسكها من هون. نايس. اوه ايوه الله عليك. باك باك فينيش. ليتل باك باك اب فينيش ناو. فينيش امصها شويه شيخ. زقفولي انا بزقف لحالي. هات شهاده التخرج. ايه عملت بيتزا في ايطاليا. بدها حرفة يا اخواننا، زي اي صنعة صراحة بدها حرفة. بس الاشي الصعب عن جد هو تدخيلها جوا الفرن. شغل ايديا وحياة عينيا. والله يا اخوان حياة المواطن في نابولي مش سهلة هيك، عارف تصحى من الصبح تقعد تعجن وبعدين تقعد تشتغل في البيتزا وتقدم للناس الاكل. عشت الدور كثير انا. طيب قبل ما ابدا اكل، الملاحظه الرئيسيه صراحه هي قديش تايم سنسيتيف، قديش ما فيش وقت انك انت تصلح اي غلط، ما فيش وقت انك تغلط، ما فيش وقت تصلح غلطك، تدخل جوا الفرن على طول ثواني. اصلا البيتسيرياز ما شاء الله واحنا واقفين طلبات كل مكان خلص. البيتسيريا البيتزا في نابولي عقيده، عارف يعني بدك تكون سريع كثير، وفي الفرن ما في مجال للغلط. نزلت في الفرن على طول بدك تلفها، على طول بدك ترفعها، على طول بدك تسحبها، استوت. يعني انا هون حتى اتحمصت زياده شوي لاني حابب اتكلم معك ومع الكاميرا، لكن عدت على خير. يلا لقد صنعنا البيتزا في نابولي. هاي جوني بيتزا اللي هي عليها انواع من الطماطم المختلف وموتزاريلا وجبنه ثانيه، جبنه صفراء شبه تشيدر وريحان. الايطاليان بيتزا هي الحب، هي العشق. لما تيجي تقول لي شو البيتزا المفضله بالنسبه لك، هقول لك اكيد بلا منازع بيتزا ايطاليه نحيفه زي هيك، اطراف بتقرمش ومحروقه مطبوخه في فرن حطب عليها موتزاريلا. خلصنا ولا مخلصناش؟ مخلصناش. اللي بعده إن لم تأكل آيس كريم في كل يوم وفي كل ليلة وفي كل شارع في إيطاليا فاعلم أنك مش في إيطاليا. كيف نختم حلقة في إيطاليا بدون ما نضرب فيها جيلاتو؟ كيف تكون في أي مدينة في إيطاليا ما تأكل فيها جيلاتو؟ وخصوصا مدن الجنوب، وين اخترعوا الجيلاتو في إيطاليا؟ في سيسيلي الجزر الجنوبية، وين البيستاشيو أو البيستاكيو زي ما بسموه في إيطاليا. السيسيليان بيستاكيو واحد من أفخر أنواع البيستاشيو الفستق الحلبي في العالم. إحنا هون في نابولي، من خبرتي صراحة في إيطاليا أغلب الأماكن في إيطاليا مش السياحية، لكن الأماكن اللي يعني هيك في الأماكن القديمة والتقليدية بتكون ممتازة. اللي تحت هذه هي مش شوكولاتة، عارفين طعمة النوتيلا اللي هو البندق، هاي هي النوتشولا بسموها هون في إيطاليا، اللي هي النكهة يمكن الأولى التقليدية للبيستاشيو، عفوا للجيلاتو اللي طلع. تمي قاعد بحكي بيستاشيو كتير لأني عن جد متحمس أكل من الجيلاتو، وخصوصا هذا يا اصدقاء، هذا شايفين هذا، خليني اشرح لكم انا ليش متحمس. لحظه، هذا الحين هم عندهم جيلاتو بالبيستاشيو، لكن هذا مش جيلاتو بيستاشيو، هذا كريمه البيستاشيو المبرده. بس هيك اني احكي اسمها لحاله انبسطت. تعرفوا لي انا بحترم العقل البشري، لانه
قدر يوظف النعم اللي الله اعطاه اياها صح. البيستاشيو هنا غير الايطالي هذا غير، بتاكله حتى وهو ني طعمته غير. كتير موظفينها صح في انهم يعملوا منه جيلاتو، يعملوا منه كريمة. ايش هاد بتحب البيستاشيو؟ انا بعرف ناس كتير اصحابي ومن اهلي بحبوا البيستاشيو بموتوا فيه. هذا ايش؟ هذا ايش؟ تعالوا كله هذا اخواننا. وصدق الشاعر حينما قال واحدة لا تكفي، واحدة لا المستحيل تكفي. مستحيل قد ما انت مبسوط وبتنطط من الشوجر رش لا تكفي، قد ما انت سعيد من كتر البيتزا اوفر دوز والجيلاتو اوفر دوز لا تكفي. مش كل يوم الواحد هون، مش كل يوم الواحد بوصل لهيك مستوى. هنالك فرق كبير بين البيستاشيو ايس كريم المعمول من البيستاشيو الحقيقي الايطالي السيسيلياني وبين نكهة البيستاشيو. هذا اللي بنغلط فيه دائما، هذا اللي بتلاقيه في اغلب الاماكن تحت الجيلاتو، بحط لك نكهة البيستاشيو. ايش بدك في النكهة يا صاحبي؟ انت بدك تحس الكريمينس تاع البيستاشيو، بدك تحس انه زيت البيستاشيو كلياته هذا تحول لإشي بارد انت قاعد تشرب وشرب. انا حتحول لشارع في شاعر انا حتحول لشاعر في حب البيستاشيو وفي حب البيتزا في هاي المدينة. انا اكلت اشياء فيش لحيتي اكل ولا لا، مش مشكلة، انا سعيد الحمد لله وشكرا لكم وشكرا لكل الاشياء الزاكية اللي قاعدين نوصلها وناكلها مع بعض. خلصت حلقة اليوم يا اصدقاء، شوفكم هون التركيز. خلصت حلقة اليوم، شوفكم في حلقة جديدة، مكان جديد، اكل جديد، يما مزكاها. السلام عليكم. ايس كريم ميكس مي هابي هابي. بس شوية سكر صغيرين لو انت مش متعود عليه. هو انا مش متعود عليها بس حابة ادوقها زي ما هي. ادوقها زي ما هي. يلا بسم الله. هذا يا اخوانا صاحب الكافيه اللي قبال الصوره، انبسط عشان جايين ومتحمسين على مارادونا فقرر يشربنا قهوه على طول. هيك ضربه واحده صح؟ دي طويله شويه. ضربتين يا هنسيبك انت ضربتين نسكتي. من بومبيو سيتو كنت زمان. يا ساتر يا رب.